اهلا بيكم في حلقه جديده من باقي الحكايه على الهواء مباشره. الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات زي ما حضراتكم شفتم كانت عن المقارنه. المقارنه من خلال كل حاجه، يعني احنا بنقارن نفسنا باللي حوالينا، وساعات بنقارن كمان يمكن اولادنا بالولاد التانيين او ببعض، يعني بنقارن كل حاجه فيهم وبنقارن كل حاجه فينا. بنقارن الشكل، بنقارن المضمون، بنقارن الأفكار، الإمكانيات، المواهب، كل حاجة. في خلال الحلقة كنا بنناقش هل المقارنة دي كانت بتكون صحية في صالحنا ولا لا، وهل الأسلوب ده بيفيدنا ولا لا، وهو لو مش بيفيدنا إزاي نقدر نغيره. كل ده اتناقشنا فيه شوية في الحلقة، وهنكمل هنا مناقشة مع معانا دكتور أشرف، وحنسأل أسئلة على الهواء. فاللي تابع منكم الحلقة يقدر يستنى بعد الملخص اللي هنشوفه، واللي ما تابعهاش احنا هنذيع دلوقتي جزء كده من الحلقة عشان تفتكروها، ونرجع نبتدي نتكلم مع دكتور أشرف. عماد، ليه موضوع المقارنة ده حاجة بالنسبة لك مهمة؟ أنا شايف إن هي مهمة قوي، يعني قصة المقارنة وحياة المقارنة دي فجأة اكتشفت إنها كارثة أو مصيبة أنا عايش بيها الـ30 سنة اللي فاتوا وأنا مش دريان، وأدركت إنها ضيعت مني سنين طويلة قوي في الهوا. ازاي اكتشفت الموضوع ده؟ هو انا اصلا كان عندي دايما مشكلة في ان انا عمال اقارن روحي بالاخرين، وده احسن مني، ده اشطر مني، ده بيتكلم احسن مني، ده ليه انفلونس اقوى من الانفلونس بتاعي، تأثير اقوى من التأثير بتاع الاخرين، رأيه مش عايز أدي أمثلة كتير، لكن اكتشفت إن أنا عايش حياتي عمال أقارن نفسي بالناس اللي أنا شايفهم أحسن مني، لحد ما مرة من المرات سمعت وعظة، وهي دي كانت اللي خلتني أدرك إن أنا إيه اللي أنت بتعمله في روحك ده، وإيه المعايير اللي أنا عايش بيها واللي الناس اللي حواليا كلهم عايشين بيها وشايفين إنها صح، وهو ده اللي بيقيم الصح والغلط، ان انا ابص على اللي جنبي عمل ايه، لو شفت ان هو احسن يبقى هو احسن وانا اوحش، لو انا الكبرياء بتاعي فظيع بشوف ان انا احسن وهو اوحش، او بطلع فيه الوحش. واكتشفت ان انا عمال احكم على الناس واقيم الناس، وبعدين سنه بسنه انا عارف ان انا ولا من حقي احكم على حد ولا دوري ان انا اقيم حد. وانت بتحكم على الناس متهيألي بالتالي من غير ما تاخد بالك بتحكم على نفسك. طبعا طبعا، واكتشفت ان ده من ضمن الحاجات اللي اما احكم على نفسي بحاجه كويسه فمودي يبقى كويس، او احكم على نفسي بحاجه وحشه فابقى ديبرست وابقى مضغوط او متضايق او يجي لي صغر نفس او انا مش عارف اكون حاجه، لان انا مش زي غيري، دي مشكله، لانك على طول بص على فلان احسن في كذا وفلان احسن في كذا، فانا نسيت انا شاطره في ايه اصلا. لو في حد مثلا في كارير معين عنده حته كويسه، طب انا ليه ما ابقاش يعني اتعلم الحاجه الكويسه؟ ليه دايما المقارنه بتبقى حاجه نيجاتيف؟ لكن انا بكون بقارن نفسي ان انا اكون احسن زي فلان، دي بقى المقارنه اللي بتتعب الواحد. انا اللي بيخليني اكمل اقارن هو ان انا في ناس بحس ان انا احسن منهم، دايما ببص على اللي مش عندي، دايما ببص على اللي ناقصني، دايما ببص على النص الفاضي في الكوباية زي ما بيقولوا. هي حاجة مؤلمة زي ما بتقولوا، يعني أنا طول الوقت حاسة متضايقة. هل شيء عادي إننا نقارن نفسنا بالناس اللي حوالينا؟ وإمتى المقارنة ممكن تبقى سلبية أو إيجابية؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. فالمقارنة عادية، يعني حاجة هتكون إجباري، زي ما يكون أنت طلعت التاني وأنا طلعت الكام، فده عادي. يعني بالرغم من إن إحنا عايشينه، أنا شايف إن ده مش عادي. مش هينفع أقارن نفسي بالناس كلها، لأني حتى لو بقيت يعني نسخة طبق الأصل من واحد اللي أنا بقارن نفسي بيه، هفاجئ إن في واحد تالت، إيه ده؟ ده أنا عايز أبقى زي التالت. كنت دايماً بحط نفسي ليفل أعلى ما أنا فيه.
كان دايما مشكله مهما قارنت انا خسران، هي الموضوع خسران. يعني ساعات بيبقى بحط على نفسي حمل اني اكون زي فلان. مش وارده ان ممنوع تقارن، بالعكس انا شايف ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه حلال تقارن. لما مخي يبتدي يعمل اخطاء في التفكير في المقارنه فيبتدي يتعب حياتي، وابقى المقارنه دي وساوس وبتجهدني وبتسيطر عليا. لانه ما حدش قال ان المقارنه في حد ذاتها ممكن تكون غلط، هو انا بعمل ايه بيها ممكن يكون هو اللي مؤذي. زي ما شفنا موضوع الحلقه بتاعت الاسبوع اللي فات اللي حضراتكم شفتوها كانت عن المقارنه. قبل ما اتكلم مع دكتور اشرف عايزه افكركم انه احنا هنكون بنبتدي نسال دكتور اشرف اسئله، وبعدين في نمر هتطلع على الشاشه، فاللي عنده اسئله يحب يسالها لنا على الهواء يتفضل يتصل. دكتور اشرف عماد في اول الحلقه الضيف اللي هو كان بيشارك عن موضوع المقارنه كان بيقول انا اكتشفت ان انا عايش في كارثه ومصيبه. وكان في جزء لو حضرتك تلاحظ في يعني في الضيوف بيتكلم قد ايه المقارنه بتتعبه، في جزء تاني بيحاول وحضرتك كنت منهم احيانا بيقول انه ممكن تكون مش شرط تكون حاجه وحشه او ممكن تكون شيء عادي. عادي او ايجابي او وحش يعني كذا حاجه بالظبط. بس الحته اللي احنا اكتر كنا مركزين عليها او اللي عماد شارك بيها وناس تانية ان هي كارثه او مصيبه. ليه كارثه او مصيبه؟ يعني ليه الحته دي هي اللي احنا ماسكين فيها اكتر؟ ليه احنا بنركز على ان المقارنه متعبه؟ اه اعتقد ان احنا مش واخدين بالنا ان المقارنه موجوده اصلا، وبنحس بيها لما بتتعبنا فبنقول المقارنه وحشه اوتوماتيك، مقارنه حاجه وحشه بلاش تقارن. لكن هو لا، هو المقارنه الجزء الطبيعي اللي فيها بيبقى شغال وانا مش واعي ليه، بس لما يحصل لي مشاكل منه او الاقيه انا موجوع انا مجهد بحس بالمقارنه، ساعتها بقول المقارنه دي انا اول ما حسيت بيها لقيتها حاجه وحشه، لكن هي شغاله اصلا. طب قول لنا ازاي شغاله اصلا؟ هو المقارنه زي اي حاجه، زي السكينه كده معموله عشان تقطع بيها الاكل او بعدين ممكن تعور بيها نفسك او حاجه، لكن هي ممكن تستخدم بكل الطرق. هي اصلا موجوده ليه؟ هي موجوده علشان بتساعدني ان انا من خلال ان انا اقيم نفسي من خلال انا فين منكم. ف ده اخويا الكبير يبقى انا الاخ الصغير، دي مقارنه. ده شات الكوره حلو قوي، انا شفتها ايه؟ ده شاطر قوي في الحساب، طب انا عامله في الحساب، طب انا شاطر في ايه تاني، وهكذا. فهي في العادي بتاعها وده شغال فينا كلنا غصب عننا، يعني زي النفس كده، انا مش بقعد اقول هتنفس شويه، انا شغال على طول بتنفس وضربات قلب، هي كده برضو عمال طول الوقت اي ريليت، يعني بربط نفسي بالاخرين من خلال حسابات مقارنه كده. ده بيساعدني انا ايه؟ بيساعدني انا اكتشف نفسي، اكتشف انا بعمل ايه، المفروض اعمل ايه، واقدر كمان اقيم شويه ادائي فين من الباقيين اللي حواليا. يعني لما اجيب درجه انا برضه بفكر طب هم الناس جابت كام؟ بيعرفني كمان انا مين؟ انا بالظبط انا مين وانا فين؟ وانا بأشبه في ايه ومختلف في ايه؟ فاذا هي حاجه عاديه عشان احدد مكاني جغرافيا. هو الحقيقه يعني هي دي الحته الجديده يعني اللي حضرتك بتقولها، لانه واحنا بنعمل الحلقه دي واحنا كمان بنحضرها وبعمل انترفيو مع عماد، الفكره اللي عندنا كلنا ان المقارنه وحشه، حاجه وحشه، وفي تعليم وكتب وكلام كتير بيقول انه ما تقارنش. فمن خلال يعني على حسب حضرتك بتقوله انه مش معنى كده ان المقارنه كلها غلط، احنا بنتكلم على الحته السلبيه اللي في المقارنه. لا المقارنه مهمه، يعني مثلا انا لما بتفرج على برامج في القنوات المختلفه المسيحيه مثلا وبشوف مثلا لو هيتناول موضوع زي المقارنه برامج اخرى انا بشوف الفرق، فرق كبير قوي في التفكير، يعني احنا مش زي بعض، محدش زي التاني، في حد هيقول ايات هيبقى كل اياته هيتكلم على ليه هي غلط، ما ينفعش تعمل كده خالص، وفي حد تاني هيبقى بيحاول يتناقش في الموضوع بطريقه مثلا نفسيه، في حد تالت هيقول حاجات عمليه، 10 خطوات لتوقيف المقارنه. فكل ده كويس ليه؟ لانه بيخليني اعرف انا مين، ايه حتتي، مش عايزه ابقى
طب ليه اكرر لو طب لو طب انا لو انا تكرار ما اعملش برنامج اوكي ال... طب اللخبطه بتيجي امتى بقى؟ ايوه لما احس ان انا احسن منهم وهم احسن مني. لما 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 بس دي هتحصل، ده نتيجه يعني حتميه. ما هو لما هقارن هطلع هحس ان انا احسن من الناس واوحش من الناس. اه يعني هي هي متهيألي طبيعيه برضو ولا ايه؟ هي يعني هي صعبه شويه، هي هي سهله في الامتحانات ان واحد جاب اعلى من واحد في حل في السؤال ده خلاص كده اتحسمت، لكن صعبه في الحياه قوي. يعني صعبه قوي انه ان انا انجح منك، غريبه قوي. احسن يعني انا احسن استاهل ازاي دي؟ فهي من الحاجات الملخبطه جامد في المقارنه. هو المقارنه بتبوظ او الوحش في المقارنه لما تيجي زي ما كنا بنقول في الحلقه، لما تبتدي تبقى داخل فيها انماط غلط في التفكير. انا احب اقولهم يعني انا عايز اقول كذا فكر. ايوه او اول حته انا بتقارن فيها وانا صغير، بتقارن باخواتي لو ما فيش اخوات، ببتدي اقارن نفسي بقرايب باللي معايا في المدرسه. يعني عاجلا ام اجلا هيبقى في ناس تانيين انا احس ان انا زيهم. انا اللي بحس ولا هم اهلي اللي بي انا بحس؟ هو اهلي واهلي برضو بي 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 ليهم دور يعني، فانا بحس ان انا زيهم فابتدي اظبط كده معاهم هم اشطر وكده. والاهل بقى بيخشوا بارائهم، والاهل والتلفزيون والمدرسين كله بقى يخش كده وابتدي يقارننا ببعض. وانا اصلا من نفسي اول ما روحت اول ما دخلت كده كنت عايز اعرف انا فين من المجموعه دي. هما هي انا ايه؟ انا دمي خفيف ولا انا الزعيم ولا اقعد ساكت؟ انا مش عارف. فهي باديه من كده. اللخبطه اللي بتحصل بقى حاجات مختلفه، منهم مثلا ان انا في الفتره الصغيره دي اللي انا فيها تفكيري بيتكون يبقى عندي قيم ملخبطه. يعني مثلا انه الشطاره دي اهم حاجه في الدنيا، الشطاره في المذاكره. الحلاوه اهم حاجه، ان انا رياضي اهم حاجه، ان انا مؤدب اهم حاجه. فيبتدي يبقى عندي حاجات معينه كبيره جدا وهي مش موزونه، يعني علاقتها بالقيم الثانيه ملخبطه. حاجه كبيره قوي بقى كله صغير كده وخلاص بقى عايز اكمل حياتي كده، دي بتعمل لي مشكله. حاجه من الحاجات بس ان انا بستغرب لها قوي، حد مثلا اقعد مع حد واحده مثلا تقول لي انا لو كنت احلى شويه كانت حياتي تبقى احسن. قلت لها احلى شويه من دلوقتي؟ تقول لي اه. اقول لها احلى بقد ايه يعني؟ بكتير قوي. طب جبتي منين انك لو احلى شويه؟ طب ليه مش ده؟ طب لو كنت اوحش شويه كنت تقولي كنت فوت تبقى احلى من قد ايه؟ وكأن هي في دماغها في حته كده معينه لو عدتها بس هي هنا، لو عدتها تبقى بقت في الحلوين. بس هي حته وهميه متهيألي. هي دي بقى الفكره، ان يعني دي حته وهميه قوي. في الغالب بتبقى حد قال لها لو كنت احلى شويه، او مثلا هي بتقارن نفسها باختها او بنت عمتها بنت خالتها او واحده تانية اتقارنت بيها وكان بيقولوا هي احلى منك شويه، فهي حست ايه دي شو اه. بس في حاجات بتبقى واضحه زي يعني مثلا في حاجات في المقارنه بتبقى واضحه ان ده احسن من ده. حد اشطر، حد بيلقط قوي، حد اتكلم اسرع، حد احلى فعلا. في حاجات واضحه قوي. ولو التكه هنا مش انه هي مش حقيقه، انا مش بقول انها مش حقيقه. انا على فكره مش محتاج قوي اخاف ان حد يبقى احسن من حد في حاجه، لان هي مش مفيش مشكله. هي المشكله انه دي تبقى ان انا اشوف ان القيمه دي هي القيمه العظمى او حتى الوحيده، ساعتها يبقى انا اقل منك رسمي، فدي تبقى مقاساتي. يعني المشكله كمان يعني انا فاهمه من كلام حضرتك انه ان انا لما الاقي حد احسن مني في حاجه اتعب. ده يتعبني. ليه بيتعبني؟ ليه بيتعبني؟ على حسب طريقه تفكيري. لو انا رايي انه الحاجه اللي هو احسن مني فيها دي هي حاجه مهمه جدا جدا جدا، يبقى هو احسن مني، فده بيتعبني. لو انا رايي انه في حاجه اسمها السي سو، دي برضو اتقالت في الحلقه، ان برضو يكون وانا صغير اترتب جوايا انه يا انت احسن يا هو احسن، هما مرنوني على كده بغض النظر في ايه. فيبقى انا جوايا انه لو انت احسن مني يبقى انا فاشل. ما عنديش حته انه انت ممكن تكون احسن مني بس انا كويس، بس انا كويس. وما عنديش حته انك انت احسن مني في دي بس انا كويس في حاجات تانية. وفي حاجه تانية برضو غريبه قوي، ساعات الواحد يحس انه انت لو طلعت احسن مني في الحاجه دي في كارثه هتحصل. انا فاكر مره قصه ناس رايحين يزوروا عريس جديد
في شقته ومامت يعني هما ابناء وكده ورايحين يزوروا حد والام بتقول للولاد انا رحت شقه قريبنا ده شقته حلوه قوي قوي دي احلى من شققكم. راح واحد من الاخوه قال ايه ده طب هنعمل ايه حاجه طب ايه لا طب صحيح هنعمل ايه ايه وهي زي ما يكون انه لو حصل كده يعني في حاجه كبيره حصلت دلوقتي انه لو انت مثلا غلبتني في الحاجه اللي في الصفه اللي فيك او في الحاجه اللي عندك في كارثه كبيره هتحصل فانا ببقى خايف قوي طب هي ايه الكارثه إيه طب ايه اللي حصل بعد مثلا الشقه دي كانت احسن من الشقه دي لو هي احسن ايه بقى اللي حصل جوازات باظت ولا الناس بقت تعيسه ازاي حاجه تانية برضو غريبه قوي بس منتشره جدا انه ساعات بيحصل رابطه بيني وبين حد انا وقريب او انا واخت اخ او اخت كنت لسه ونعيش طول عمرنا كونكتد مربوطين كده متصلين وطول عمري ببقى انا دي حاجه غريبه قوي ليه لان انت بتخليك ما تعرفش تفكر في نفسك خالص انت بتفكر في نفسك في ضوءه فلو انت مثلا ربنا منجحك في حاجات مختلفه في حياتك مش دي القضيه خالص المهم انت غلبته ولا هو غلبك ويبقى طول عمرنا في الرابطه دي بتيجي من طريقه التربيه يعني دي بتيجي يعني ممكن تيجي بطريقه يعني ممكن تيجي بحاجات مختلفه ممكن مثلا ناس مثلا يربطونا يعني مثلا لما يشوفوني الله ده مش زي كده فانا مخي يقول لي ما انا صغير واي حاجه هتتعمل فيا هتخش جوايا قوي فانا يتربط جوايا انه شكلها احنا مربوطين ببعض في خيط خفي رابطنا بعض connecting us to each other ونكبر والخيط موجود طول عمرنا كده يفضل الخيط ده موجود جوه دماغي هي فكره كل حاجه جوه دماغي فالحاجات اللي انا بشوفها انها بتعذب قوي في المقارنه بيحصل الاتي انت مثلا تاخد ترقيه وانا ما اترقاش او تجيب عربيه احسن من عربيتي او احس ان الناس حباك اكتر حاجه معينه الحاجه اللي فارقه معايا اللي انا اتعلمت انها تبقى مهمه بالنسبه لي فاول ما بشوف كده انا زي ما يكون بغمض عيني مش بشوفك خلاص انت جيت وضعك احسن مني واحده بنت فوجئت بقريبتها جات لها شبكه احسن من شبكتها وهي كان في دماغها طول عمرها ان الشبكه دي بتعبر عن قيمتك او قيمه الزوج فهي ضايقت قوي هي ايه اللي حصل دلوقتي اللي حصل ان هي مش بتشوف بقى قريبتها دي خالص وبيشتغل جوه مخها معادلات كده قديمه فيها انه ده معناه انك انت كده الدنيا باظت خالص طب هتعملي ايه يلا الهول انا في خطر شديد احنا ممكن كمان يعني نقولها بطريقه بسيطه انه بتولد غيره غيره يعني بطريقه قصدي بسيطه انه بغير بحس انه ليه انت احسن من ليه جت لك الحاجه اللي احلى مني دي بس انا برضو عايز اقول كمان إن انا مش ببقى فعلا بشوف اللي قدامي كده لان انا ما شفتش بقيته يعني مثلا انا ممكن مثلا ابقى بصيت على الخاتم ده مثلا لكن ما شفتش الراجل نفسه مش دي غريبه ان انا مثلا بقيم ان هي شكلها اتجوزت حد احسن مني بس ما شفتوش هو فهي لما تيجي تفكر في المقارنه تكتشف ان هي حسبه غلط خالص ما فيهاش حتى ما ركزتش على اللي قدامك مش انت قارنت نفسك زياده انت ليه مركز عليه قوي كده ده انت حتى مش مركز عليه انا ركزت على حاجه واحده بس حاجه واحده فيه وبعدين اغمى عليك كده بالنسبه لي انا مهمه قوي وبعدين فاصل منه ومتخيل الباقي فرحت متخيل ايه رحت متخيل انه وضعه احسن زائد كل حاجه تانية عندي فده حتى انا مش شايفه هو طب هو فعلا هو انا بلس الحاجه دي زائد الحاجه دي ولا هو مختلف اصلا هو عنده الحته دي احسن مني فيها بعدين منظر تاني خالص انا عايزه اسال حضرتك طيب يعني احنا عرفنا المقارنه يعني بالطريقه اللي احنا بنقول عليها دي ايه يعني ايه الطريقه ايه الميكانيزم بتاعها بتعمل ايه فيا وايه الميكانيزم ازاي انا بشوفها عايزين نتكلم اكتر على تاثيرها بقى نبتدي ده بقى يعمل ايه يعني انا ما هشوف كده وزي ما حضرتك بتقول هركز على حاجه ومش هشوف بقيه الشخص انا يعني هيحصل لي ايه بقى التبعيات بتاع الموقف
قبل ما حضرتك تجاوبنا احب افكركم انه في نمر هتظهر على الشاشه، اللي عنده اسئله بخصوص موضوع المقارنه، سواء هو بيقارن نفسه بالتانيين او مثلا بيقارن ولاده ببعض او اي حاجه، ممكن يتصل بدكتور اشرف على الهواء. السؤال حلو قوي لان هو مهم جدا، انا نفسي بس اعرف اشرحه كويس. المقارنه مش بتبتدي وانا كبير وانا واعي، المقارنه بتبتدي وانا صغير خالص، حتى قبل ما ابقى واعي انا بفكر في ايه، وهبتدي اعمل حاجات بناء على المقارنه دي. فلما لو مسكنا اخ واخت او اخين او اختتين، الولد موجود او البنت موجوده بقالها سنتين موجوده، فمبسوطه جدا، هي مركز الاهتمام، واخده كل الاهتمام، كل حاجه بتصب عليها، بعدين فجاه تطلع لها حد كده، فده بيهددها جدا. وبعدين تبتدي مش فاهمه ايه مين ده ليه، وبعدين تبتدي تبص تلاقي في حاجات بتتعمل له من اللي كانت بتتعمل لها، واللي كان بيتعمل لها قل ليه، عشان الوقت، عشان اي حاجه يعني، ازاي هتاخد نفس الوقت، ما هو الوقت اتقسم اتنين كده. فتلاقي حاجه حد دخلها كده، الطفل ده وهو صغير قوي بص قد ايه، سنه سنتين ثلاثه، فوجئ بان هو لازم يستخدم مهارات ازاي يتعامل مع الـ مع الـ مع احساسه بالمقارنه ده، فمش بيبقى عارف يعمل ايه، فيبتدي يبقى ده وحش، يحاول يقول لهم ده ايه ده، ما ترى يرجع، ده مش عايزينه، ليه جبناه، بيدافع يعني، يعني عايز يدافع عن مكانته. لان هو لو لما حد تاني جه هو اتجاب الشمال، هو كان في النص او يمين، يعني هو بقى كده بدل ما كان كده، فعايز يدافع. وبعدين يلاقي انه مش بيمشي، وهم ساعات بيدافعوا عنه كمان، فيبتدي يحاول يضايقه، هو يفطسه يقرصه يضايقه، ويخش في سلسله من التصرفات هيعمل ايه علشان يلغي الحد اللي جه ده ويستعيد مكانته. كل التكنيك اللي بيستخدمه ده هو ده اللي هيفضل يستخدمه العمر كله. اذا الاهل ما تدخلوش، اذا الاهل او ما تعلمش حاجه تاني. طيب قبل ما نكمل كلامنا ناخد سؤال. الو الو، ايوه مساء الخير يا دكتوره. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا كنت عايزه اسال يعني دكتوره اشرف على انه يعني موضوع المقارنه ده موضوع موجود في حياتنا من واحنا صغيرين. اوكي، لكن احيانا كمان لما بنكبر الناس هي اللي بتخلي جوانا الاحساس ده. بمعنى انه يعني مثلا الناس دايما تقول لي انت مش زي فلانه دي، فلانه دي بتعمل كذا. انا ممكن اكون ما ذكرتش في دوت، لكن الناس هي اللي بتصير ده جوايا يعني. فمش عارفه انا اعمل ايه عشان يعني اتخلص من الشعور دوت. اوكي، شكرا. نعم. بس ما سمعتش الامثله، كان ايه وانا ايه؟ يعني انت ليه مش زي فلانه، او ليه ما بتعمليش زي يعني ما قالتش حاجات واضحه يعني، بس هي الناس هي اللي بتقارنها، فواضح انه بيسبب لها شعور، يعني شعور بالضيق. طب هي تعمل ايه؟ وده كنت هساله لحضرتك، يعني هي سبقتنا شويه بس ممكن نجاوب على السؤال. يعني طيب هي مش موضوع اطفال زي ما هي بتقول، او يمكن انا ما كنتش بقارن لكن الناس عماله تقارني، فانا اعمل ايه؟ بتعتمد بقى. لا، في حد انت بيحس زي ما يكون بيقارنوه دلوقتي في الحاجات اللي كانت تعبان من زمان. يعني مثلا حد طول عمره عنده مشكله في شكله، متضايق من شكله، واتجوزت مثلا راجل مثلا، وبعدين اخته حاسه انها احلى منها، او ده كمان اتجوز واحده وحاسه ان دي احلى منها. اوكي، فالموضوع زاد عندها، او دخلت في وسط مجموعه وحست ان هم ممكن يكونوا دي اهم حاجه عندهم الشكل، وابتدوا يلوموها على شكلها وزنها وات ايفر. المشكله في الحد ده مختلفة عن اللي لسه هقول المثل التاني. المشكلة في الشخص ده ان هو اتضرب في نقطة بتوجعه اصلا، فهو طول عمره بيصارع في الامر ده. اتعرف ايه المشكلة؟ ان احنا دلوقتي مش عارفين في اللحظة دي، احنا مبقاش عارفين هما اللي متكين له عليها قوي، ولا هو كمان الحساس منها قوي. يعني الاخت يعني اللي اتصلت ممكن تكون في حاجات انا مش عارف، انا عايز اعرف انت اللي فعلا قاصد تتمنظر عليا في الفلوس او في الوظيفة او في الاهل او في الشكل او كده، ولا انا النقطه دي حساسه عندي. ليه ده مهم؟ لان لو انا اعتبرت ان انا عادي كده خالص وانت بتضايقني خالص، يبقى انا كل الاقتراح اللي انا هرد عليه بقى
لو الشخص ده بيتعبك انت بتردي على من جوه كده انه الكلام ده غلط، هو قيمه غلط، ملخبط، انا مش هفكر كده. هم مزنوقين في الامر ده، هم بالنسبه لهم الحاجه دي اهم حاجه، لكن انا مش جوايا دي اهم حاجه، انا شايفه ابعاد كتيره، ولو لقيتهم تعبني قوي هبعد عنه. لكن لو انا كل ما اروح مكان بحس ان الناس بيعتبروني اقل من اخويا او من اختي، وكل ما ناس يقربوا من حد انا بقارن نفسي انا بعد، وكل شويه احس ان انا بترفض، وكل شويه احس ان انا قليل. طب انا واضح ان انا في مشكله عندي، لازم اخش في اللي جوايا. اللي جوايا ده اللي هو ايه؟ انا عايز اعرف ايه اللي بيدور فعلا جوايا، ايه الحاجه اللي انا معتبرها اهم حاجه. ولو مش عندي ببقى متضايق قوي. طب انا خايف من ايه؟ طب هي مش عندي هيحصل ايه؟ يعني لو انا مش حلو قوي هتطلق، ايه اللي هيحصل؟ الخوف الجامد قوي على حاجات فينا. طب لو انا مش اغنى واحد ايه اللي هيحصل؟ الحته دي مهمه، لانه احنا بنبقى خايفين بس كده مش عارفين ليه، وممكن يكون خوف مش منطقي او مفيش حق. يعني ايه اللي هيحصل؟ وايه يعني انت ترقيت ولا لا؟ طب وايه يعني بالظبط؟ ايه اللي هيحصل؟ انت ترقيت ولا لا؟ انت ليك شعبيه اكتر مني، انت شكلك احسن من شكلي. ايوه حصل لي ايه؟ انا فعلا يعني موافقه على كلامك. كمان بالنسبه لموضوع انه الناس غالبا لما بتقارني لما بتضايق غالبا لانها خبطت في حته بتوجعني، يعني لانه بحاول وقتي افتكر وحضرتك تتكلم، لقيت انه الحاجات اللي بتضايقنا هي الحاجات اللي بتقارن بيها، او بقارن الحاجات اللي عندي او اولادي باولاد تانيين، لانه انا الحته دي ضعيفه او عايزاها تبقى احسن، او هي مهمه زي ما حضرتك بتقول. انا عندي من القيم انه مثلا ولادنا يبقوا مؤدبين ما بيعلوش صوتهم،